أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنك العفو في الدين والدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد لا من قلة والموجود لا من علة بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون كل المخلوقات قهر عظمته وأمره بين الكاف والنون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مقر بذنبه يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه وأشهد أن سيدنا ونبينا حبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بها عنها الغمة حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه اللهم اجزي عنا كما اجزيت نبي عن قومه ورسولا عن امته وصلي وسلم وبارك يا ربنا على اله الاطهار واصحابه الاخيار وارض اللهم عن ائمتنا ائمه القران ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد الاسلام الله تعالى اكرم هذه الامه فأن جعلها خير أمة أخرجت للناس وأكرمها وشرفها بأن أرسل لها خير الرسل عليه الصلاة والسلام كما أنزل أكرمها وأعلى ذكرها وقدرها بأن أنزل عليها خير الكتب ألا وهو القرآن الكريم وجعله دستورا لها دستورا منهجا ينظم لها حياتها ويرسم طريقها ويهذب أخلاقها ويهديها ويأخذ بيدها إلى طريق الحق وإلى ما يرضي ربها ولكن حقيقة الأمر أن الأمة الإسلامية قديما لا نستطيع أن نقول إلا أنهم استقاموا على أمر الله في عهد السلف ومن بعدهم وعرفوا مكانة هذا القرآن واستقاموا على أمره طبقوه
وألزموا أنفسهم وأخلاقهم بهذا المنهج القرآني. إلا أننا في هذا الوقت من الزمان نجد أن الأمة الإسلامية للأسف الشديد مع القرآن في تأخر، ولكن أقول ليس معنى ذلك أننا لا نقرأ، فضل الله هناك من يحفظ ويقرأ كثيرا، ولكن علينا أن نقرأ القرآن ونفهمه ونتدبره، ولا نقول كما يقال وقالها كثير من الناس إن هذه الأمة لا تقرأ، وإذا قرأت لا تفهم، وإذا فهمت لا تعمل. فنسأل الله أن يحفظنا من هذا ولا نكون كذلك. معوها تاني، لا يقرأ تقرأ، وإذا قرأت لا تفهم، وإذا فهمت لا تعمل. هذا من أخطر ما يكون. وتذكرني أو أتذكر الآن آية كثير من المسلمين قد يكون حفظها، بل الأولاد الصغار والكبار، بمناسبة عدم فهم وتدبر القرآن الكريم والمعايشة لهذا القرآن. فمعنا مثلا أواخر القرآن في جزء عامة سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذه السورة قد يكون الصغار أحفظ لها من الكبار بكثير، أو تكاد تكون الأمة تحفظها، ومع ذلك تمر بك الآيات ولا تنتبه إلى ما ترمي إليه. تحتاجك إلى أن تقف لتقرأ وتفهم وتدبر، تتدبر ما لما تقرأ من كتاب الله، حتى إن هذا الفهم وهذا التدبر يجعلك تتذكر حقيقة أمرك، وأن لك ربا ستعود إليه، وأن حياتك مرتهنة بأمر الله، وأنها قصيرة مهما طالت. فاقرأ معي هذه الآيات في سورة عبس، وهي قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. هكذا كما يقول عنها: هي أقصر رحلة، حياتك هي أقصر رحلة. قتل الإنسان، قتل فكرا، هذا الإنسان الجاحد، الإنسان ليس المسلم أو المؤمن، وإنما هذه الآية تنعي، يتعجب أصلا، تتعجب من حال هذا الجاحد الذي لم يؤمن ولم يسلم بأن له ربا. فالآية تتعجب من هذا المنكر أو هذا الجاحد أو هذا العاصي، وقتل الإنسان، قتل فكرا. لماذا فكره يدور لهذا الكون إله، أم أن هذه الطبيعة وما نسمع وما نرى؟ ما أكفره؟ ألم ترى إلى ما تراه في هذا الكون من ومن ومن؟ ولكن القرآن يتعجب، يعني يرسم لنا هذه الآية وكلها تعجب من هذا الإنسان الجاحد المنكر لعظمة الله وقدرته
وما أوجده من بدائع صنع في هذا الكون. ثم انظر من أي شيء خلقه يلفت نظرك وينبهك أيها المتكبر. وهذا الكلام لكل البشر وليس لفئة معينة أو لطائفة معينة. من أي شيء خلقه؟ أتعلم بدايتك؟ من أي شيء خلقت؟ من أي شيء بدايتك؟ من نطفة خلقه فقدره، جعلك أو جعل بدايتك نطفة. سبحان من خلق وصور، جعلك نطفة في رحم أمك، ثم إلى المراحل التي تذكرها الآية، نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة. وما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتابة رزقه وأجله وشقيه وسعيد. من أي شيء خلقه؟ من نطفة، من نطفة. لذلك الإمام علي كرم الله وجهه ينظر إلى إنسان يمشي وهو يتبختر يتكبر ويملأه الكبر، فيقول له: يا هذا تقدم. يعني كانوا: لماذا تتكبر؟ أتعرف بدايتك؟ أتعرف نهايتك؟ إن أولك نطفة مذرة، نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وآخرك جيفة قذرة، وفيما بينهما تحمل العذرة. قذر، هذا هو الإنسان. على أي شيء تتكبر؟ إذا عرفت بدايتك ونهايتك، ثم بعد ذلك نرى المولى سبحانه وتعالى يبين أنه أوجدنا ويسر لنا طريقنا، ولنا أن نختار ما يصلحنا في حياتنا، ثم السبيل يسره، أي الطريق، يرسم لك الطريق أو تختار أنت الطريق الذي تريده. وهديناه النجدين، طريقين، طريق الخير وطريق الشر، أنت تختار ما تريده. ولكن هل يا ترى اختيار الطريق اعتباطا أم أنه أن كل شيء عنده بمقدار؟ لذلك عليك أن تكثر من الدعاء أن يثبتك وأن يقدر لك الخير حيث كان، لأنه لا يوجد في ملك الله إلا ما أراد الله. ولكن هناك من يتكبر ولا يدعو ولا يطلب من الله أن ييسر أمره. لذلك أكثر من الدعاء بأن يثبتك ويوفقك إلى طريق الخير، ثم السبيل يسره. هذا السبيل هو الطريق، بيسره لمن هو خير ولمن هو شر. إذا كان من أهل الخير يسر له طريق الخير، وإذا أراد أو اختار طريق الشر اختار له طريق الشر والعياذ بالله. ثم أماته فأقبره. ثم بالمناسبة علماء اللغة يقولون إن عطف الجمل بثم تفيد التراخي، أي البعد في الزمن، لأن الإنسان مش بيولد ثم الطريق جاله بعد ما يتولد ثم مات، لا، قد يقيم في الدنيا 100 سنة، 70، 200. علشان كده
هنجد الآيات ثم لكن خلي بالك ثم أماته، خلاص الأجل انتهى، لكن عندما يقول فأقبره يأتي بالفاء، وهذه الفاء في اللغة تفيد التعقيب، يعني الايه لا تراخي في الوقت، الآن لا بد من الدفن الآن. ثم أماته فأقبره. هكذا هذه الآيات تصور لك حياتك، وهي كما يقول العلماء هي أقصر رحلة. لو أننا انتبهنا إلى هذه الآيات ونحن نقرأ مع أولادنا جزء عام لكان لنا شأن آخر. القرآن الكريم أنزله الله لنقرأه ونتدبره، فبدون تدبر لن تفهم مراد الله من كلامه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فعليكم أن تقرأوا وتفهموا وتتدبروا حتى تحققوا ما أراد الله لكم من هذا القرآن العظيم، فهو النجاة وهو النور وهو الضياء. إن حققنا ذلك كان لنا ما أراد الله لنا، أو كان لنا ما كل الخير. والله تعالى قد بينا أنه ما رفع ذكر هذه الأمة إلا بالقرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا قرآن فيه ذكركم فيه شرفكم وعزكم، فكونوا كذلك يرفع الله قدركم ويعلو شأنكم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. يقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدنيان لا يموت، افعل ما شئت كما تهدين تدان. ويقول أيضا: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله حمدا كثيرا، حمدا يليق بجلال وجه ربي العظيم وسلطانه القديم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. صلي ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، علينا أيها الإخوة الكرام أن نجعل أيامنا جميعها لله تعالى، وكل ما تقوم به من عمل فاجعله لله تعالى تؤجر. فالناس يفعلون الأعمال وما بين العمل والعمل الآخر إلا مجرد نية، فدايما استحضر نيتك أن يكون العمل لله حتى تؤجر. وكذلك إذا قرأت القرآن فاجعل أنك تقرأ وتقصد رضا الله تعالى، وأن تستفيد من هذا القرآن حتى يرزقك الله فهمه وتدبره ويعلي شأنك. أسأل الله تعالى أن يتقبلنا في الصالحين. اللهم اعف عنا يا كريم، واغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، وتب علينا توبة ترضيك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا اليوم العظيم إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. يجبرني أهدني أستاذ. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي. لا إله إلا الله. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. I just wanted to give a quick translation of the khutbah of Dr. Ahmad Al-Masarawi, jazahullahu khairan, for the very beautiful khutbah, for him gracing us here in this community. He started by mentioning that Allah has honored this ummah by making us the best ummah, and then by sending the best prophet, and by revealing the best book to us. And this book, its importance, the khutbah was about its importance, and particularly of understanding the Quran and acting upon it, and how tragic it is that perhaps we read but we don't understand, and perhaps we understand but we don't act. What a tragedy that is. He gave the example from Surah Abasa, Surah number 80, ayah number 17 to 23, how these ayat are widely read and memorized, but very few actually ponder and act upon it. And he encouraged us to look at these ayat as an overview of life, how Allah subhanahu wa ta'ala talks about the beginning of life. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ. From a droplet of sperm, Allah fashioned us as human beings. And then eventually we die, and that's the end of our life. And this is a reminder of the mortality of a human. And that should humble us, that should make us grateful for what we have, and that should give us reason to ask Allah for His guidance and whatnot. And then this Quran that Allah has revealed is a book of reflection. It's a blessed book. Its blessings are attained by reflecting and acting upon it, and he encouraged us to do so. Jazakumullah khairan. A couple of quick announcements logistically is Dr. Masarawi will be back here at 3 p.m. inshallah for a short lecture and QA. You all are welcome to join in. This is without registration. You can come in socially distanced inshallah. Then at night he has a lecture online at the MAC Westmount Center, a lecture and a event for Nasheed and Quran recitation, which you can join in, inshallah, online. That is for Dr. Masarawi. In the masjid here, we have after Isha tonight, a lecture on the history of food and culture, history of food in Muslim cultures, and how that has impacted, you know, the larger culture. We'll talk about interesting historical facts. And this is a lecturer who's coming from Toronto. His name is Hassan Munir. So that is tonight here. Tonight also is Dr. Masarawi in the afternoon. I hope you all will join us for all these blessed programs and end this year in a good way. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.